الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة. السلام عليكم. سنأخذ طفيلي ثاني ضمن الباثوجينيك فلاجيليتس أو الطفيليات الصوتية الممرضة، وهو جنس الترايكوموناس أو المشعرات. الترايكوموناس كجنس يحتوي على عدد من الأنواع أو السبيشيز. هذا الطفيلي هو صوتي يتطفل عادة على الفيرتبريتس أو الفقريات فقط. الأنواع التي تصيب الإنسان هي ثلاثة أنواع، منها اثنين غير ممرضة non-pathogenic، ولكنها قد تكون ضارة في بعض الأحيان تسبب ضرر بسيط، ولكنها لا تسبب مرض بحد ذاتها. النوع الأول هو Trichomonas tenax الذي يعيش في فم الإنسان، والنوع الثاني هو Trichomonas hominis الذي يعيش في اللارج انتستاين أو الأمعاء الغليظة. هذان النوعان غير ممرضة ولكنها فقط harmful. النوع الثالث هو نوع ممرض يسبب حالة مرضية في حال الإصابة به من قبل الإنسان، وهذا النوع يسمى Trichomonas vaginalis أو المشعرات المهبلية، ويعيش في الجهاز التناسلي للإنسان الذكر والأنثى. يجدر الإشارة بأن الترايكوموناس هذا الطفيلي يوجد بطور واحد وهو التروفوزويد، بمعنى أن الطور المعدي لهذا الطفيلي هو أيضا التروفوزويد، لا يوجد طور سيست لهذا الطفيلي. مثل ما ذكرنا قبل قليل الأنواع الثلاثة لهذا الطفيلي، الأول هو Trichomonas hominis يعيش في الانتستاين وهو non-pathogenic ولكنه harmful. النوع الثاني Trichomonas tenax يعيش في الفم وهو أيضا غير ممرض ولكنه harmful أو ضار. والنوع الثالث هو الممرض Trichomonas vaginalis الذي يصيب male and female reproductive organ ويسبب لنا حالة مرضية. طبعا هذه الأنواع الثلاثة تعود إلى جنس واحد فقط وهو الترايكوموناس أو المشعرات، ولذلك فإنها متشابهة إلى حد كبير. هذه الطفيليات متشابهة لأنها تتبع جنس واحد، الاختلاف فقط بالنوع مالتها، والتفاصيل الخلية متشابهة مع الأنواع الثلاثة ما عدا بعض الفروقات البسيطة التي سنتناولها الآن. هذه هي الأنواع الثلاثة. هذا هو الترايكوموناس هومينس مثل ما تلاحظون، هذا الترايكوموناس فيجينالس. طبعا أكبر الأنواع هو الترايكوموناس فيجينالس ويصل طوله إلى حوالي 30 ميكرومتر. الأقل من عنده طولا نوعا ما هو Trichomonas hominis ويصل طوله إلى 20 ميكرومتر، والأصغر هو Trichomonas tenax الذي لا يتجاوز طوله 14 ميكرومتر. هذه الطفيليات مثل ما قلنا متشابهة إلى حد كبير، ورح ناخذ مثال واحد عليها نتكلم عن التفاصيل الخلية التي تتشابه مع الأنواع الأخرى. هذا هو الطفيلي بصورة عامة، شكله يشبه الدروب أو القطرة مثل ما تلاحظون، أو كمثل الشكل أو بير شيبت. يحتوي على نواة واحدة، هذه النواة تكون موجودة في الجهة الأمامية من الجسم بالنسبة للهومينس، وتقريبا في منتصف الجسم بالنسبة لي الترايكوموناس فيجينالس والترايكوموناس تينيكس. يوجد في هذا الطفيلي اكزوستايل أو قلم محوري نفس ما أخذناه بطفيلي الجياردية، اكزوستايل أو القلم المحوري الذي يمتد من بداية الجسم ويخرج إلى خارج الجسم مثل ما تلاحظون بالأنواع الثلاثة.
هذا هو الاكسستايل. بالإضافة إلى ذلك هنالك ما يسمى بالضلع أو كوستة وهو باللون الأخضر. لاحظوا هذا الضلع كوستة هنا موجود وهنا موجود وهنا موجود أيضا بالنوع الثالث. عن طريق أو عفوا هذا الكوستة يستند إليه ما يسمى بالأنجليتينج ميمبرين أو الغشاء المتموج. الجينس ترايكومونس يمتلك غشاء متموج، ولكن هذا الغشاء المتموج ليس على الخلية مباشرة وإنما يستند إلى الضلع أو الكوستة مثل ما تلاحظون. الكوستة هذا طوله، طول الكوستة بالنسبة للخلية من خلاله هو الصفة التشخيصية للتمييز بين الأنواع الثلاثة. أهم صفة لتمييز الأنواع الترايكومونس عن بعضها الثلاثة هو بطول الترايكومونس والأنجليتينج ميمبرين الذي يستند عليه. فمثلا بالنوع الأول ترايكومونس هومينس فإن الأنجليتينج ميمبرين الذي يستند إلى الكوستة يمتد إلى نهاية الجسم. لاحظ إلى نهاية الجسم Angulating membrane full body length. على طول الجسم يوجد Angulating membrane الذي يستند طبعا إلى الكوستة. في النوع الثاني Trichomonas vaginalis فإن Angulating membrane يصل إلى منتصف الجسم، هو والكوستة إلى منتصف الجسم. Angulating membrane half of body length مثل ما تلاحظون هنا. بينما في النوع Trichomonas tenax فإنه يمتد إلى ثلثي الجسم. Angulating membrane two-thirds of the body length، ثلثي طول الجسم اللي هو طبعا طول الخلية. الأنجليتينج ميمبرين عادة يستند إلى الكوستة أو الضلع ومن خلاله نميز بالأنواع الثلاثة، يا أما على طول الجسم بالهومينس أو إلى منتصف الجسم بالفاجينالس أو ثلثي الجسم بالتينكس. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الطفيل يحتوي على عدد من الأصواب، عادة هي خمسة أصواب، أربعة من عدها تكون حرة من بداية الجسم، يسموها بالأنتيرير فلاجيلا، تكون حرة إلى الخارج، ومثل ما تلاحظون هنا، والصوت الخامس يكون راجع على الجسم إلى الجهة الخلفية، لاحظ posterior flagellum ما يكون حر طليق مثل الأربعة وإنما يكون يرجع إلى الخلف يستند إلى الجسم عادة. الذي يميز Trichomonas vaginalis أيضا هو وجود granules أو حبيبات على جانبي الاكسستايل غير موجودة بالنوعين الباقية. هذه هي تفاصيل الخلية أو تفاصيل هذا الحيوان، ومثل ما قلنا يتم التمييز أو التفريق differentiation between the three species by the angulating membrane length، طول الأنجليتينج membrane أو الغشاء المتموج الذي هو يستند أصلا إلى الكوستة. النوع الأول Trichomonas hominis مثل ما ذكرنا التفاصيل اللي ذكرناها قبل شوية تنطبق عليه جميع التفاصيل التي ذكرناها، طوله ما يتجاوز 20 ميكرومتر، بير شيب، حركته جيرك موتيليتي بسبب وجود الأجيليتينج ميمبرين اللي هو فول بادي لينكث على طول الجسم، بتكون جيرك موتيليتي أو حركة ارتعاشية. وأيضا وجود الكوستة إلى آخره. النواة مالته تحتوي على central كاريوسوم و no peripheral chromatin، ال peripheral chromatin يكون absent. هذا هو ال Trichomonas hominis مثل ما شرحناه قبل قليل. ويعتبر Trichomonas
هومينس غير ممرض نون باثوجينيك ويعيش في الجهاز الهضمي للإنسان وتحديدا في الأمعاء، وممكن أن تأتي الإصابة من خلال contaminated milk is an important source of infection. عادة الحليب الملوث بهذا الطفيلي ممكن يكون مصدر للعدوى ما بين شخص وآخر، ولكنه ما زال طفيلي غير خطر وغير ممرض. النوع الثاني هو trichomonostinics. أيضا هذا الشرح اللي موجود أمامكم هو كله قلناه قبل شوية، إحنا ينطبق عليه ما شرحناه، مع الاختلاف أنه هذا ما يعيش بالجهاز الهضمي أو بالأمعاء، وإنما يعيش بالفم وتحديدا in the tartar between the teeth and gingival margin، وتحديدا بالحفر اللي موجودة ما بين اللثة وحفر الأسنان بالنسبة لل مكان تواجده في فم الإنسان. ويعتبر كسكافنجر، أي يتغذى على الفضلات الطعام التي تبقى بالفم، وهو غير ممرض ولكن قد يكون في بعض الأحيان ضار بالنسبة للشخص. هو أصغر الأنواع الثلاثة، طوله ما يتجاوز 14 ميكرومتر. بقية التفاصيل الكوستة الأكزستايل الأصوات كلها نفسها موجودة. الصفة المميزة عندنا أنه الأندولاتينج ميمبرين extends 2/3 of the body length. الأندولاتينج ميمبرين أو الغشاء المتموج يمتد ثلثي طول الجسم. هذا هو التراكومونس تينكس. ولاحظ ال Undulating membrane اللي يمتد على ثلثي الجسم. النوع الثالث والأخير هو Trichomonas vaginalis، وهذا النوع هو الممرض ويسبب لنا ما يسمى بالvaginitis، اسم المرض vaginitis عند النساء، أو urethritis عند الذكور، ويصيب الأجهزة التناسلية أو الجهاز التناسلي سواء للذكر أو الأنثى، وهو أكبر الأنواع الثلاثة اللي شرحناها، طوله يصل إلى 30 ميكرومتر. أيضا عنده جيرك موتيليتي وعدد من الأصوات، وواحد فقط هو اللي يمتد على الجسم، البقية تكون حرة من الأمام. الصفة التشخيصية أنه الأنجيناتيك ميمبرين extending only half of the body length، فقط إلى وسط الجسم أو وسط الخلية. الترايكومونس فيجيناليس يعيش ب is an obligatory pathogenic parasite، يعني طفيلي إجباري ما يقدر يعيش بدون وجود المضيف. cannot live without a close association with the vaginal or urethral or prosthetic tissue، يعني هو لا يمكن أن يعيش إذا ما يوصل إلى الفاجينا أو المهبل بالنسبة للنساء، أو اليوريثرا الحالب والبروستات بالنسبة للذكور. هذه هي الأماكن الوحيدة التي ممكن أن يعيش بها ويتكاثر، وطبعا يسبب لنا إمراضية. هذا هو الترايكومونس فيجينالس. ولاحظ أنه الأنديوليتيك ميمبرين يصل إلى منتصف الجسم. Trichomonas vaginalis clinical symptoms. الحالة المرضية مثل ما قلنا بالنسبة للإصابة بالتراكمونس فاجينالس تكون بالذكور والإناث في الأعضاء التناسلية. عند إصابة الذكور عادة قد لا تظهر لديهم أعراض، غالبا لا تظهر لديهم أعراض بالذكور، أما بالإناث فتكون الأعراض واضحة تماما. بالنسبة للذكور في حال ظهور الأعراض فتكون كالآتي. طبعا الحالة المرضية هي persistent urethritis أو التهاب المجرى البولي أو التهاب الأحليل، ويحدث عندما تظهر الأعراض بالنسبة للمريض نتيجة الإصابة بهذا الطفيلي، وعند وصول الطفيلي إلى seminal vesicles الحاصة المنوية والhigher parts of the urogenital tract الجزء العلوي من الجهاز التناسلي وكذلك البروستات.
مما يؤدي إلى severe cases of infection أو الحالات الحادة. تتضمن هذه الأعراض enlarged tender prostate، يحدث تضخم في غدة البروستات، dysuria أو عسر بالإدرار، nocturia الإدرار الذي يحدث بصورة متكررة خلال الليل، وكذلك الإبيديميتس أو التهاب البربخ. والذكور الذين يعانون من هذه الحالة يؤدي أيضا من هذه الحالة المتقدمة بالإصابة من مرض اليوريثرايتس، يؤدي أيضا إلى حدوث ديسشارج أو خروج سواء الالتهابية من فتحة البول بسبب الإصابة بهذا الطفيلي. The most common infection site عادة أكثر الأماكن التي يتواجد بها الطفيلي هو البروستات جلاند والخلايا الطلائية أو الإبيثيليوم للإحليل أو اليوريثرا. الحالة المرضية التي يسببها طفيلي تراكوماس فاجينالس بالنسبة للإناث تسمى بال persistent vaginitis أو التهاب المهبل. أهم الأعراض عند الإصابة بهذا الطفيل لدى الإناث، ومثل ما قلنا سابقا بأنه الإصابة لدى الإناث تكون الأعراض واضحة أكثر من الذكور. الأعراض هي foul smelling، رائحة كريهة، greenish yellow liquid vaginal discharge أو إفرازات ذات لون أصفر مخضر، وفترة الحضانة لهذا الطفيل هي ما بين 4 إلى 28 يوم. الـ vaginal acidity أو درجة حموضة المهبل خلال الدورة الشهرية ممكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض عند الإصابة، وبالإضافة إلى ذلك هنالك حرقة burning itching وحكة أيضا في المنطقة المصابة، وكذلك red punctuations أو آفات حمراء. ومن الأعراض الأخرى أيضاً هو الدايسوريا أو عسر التبول. التراكومونس فيجينالس تروفوزويد is usually transmitted by sexual intercourse. هذا الطفيلي لا ينتقل بالغذاء ولا بالطعام الملوث، وإنما ينتقل عن طريق sexual intercourse أو الاتصال الجنسي. وهذا الطفيلي مثل ما قلنا reside أو يستقر بالميكوزال surface of the vagina أو في السطح الطبقة المخاطية للمنطقة التناسلية. يتكاثر عن طريق longitudinal binary vision بطريقة لا جنسية عن طريق الانشطار البسيط الطولي، ويتغذى على البكتيريا واليوكوسايتس. وهذا الطفيلي ثريف أو ينشط بالبيئة التي أو في البيئة التي تكون slightly alkaline أو slightly acidic، التي تكون قاعدية قليلا أو حامضية قليلا، تؤدي إلى نشاط الطفيلي، ولذلك يوجد بالـ unhealthy vagina. انتهينا من الطفيليات الصوتية الممرضة وأخذنا عليها مثاليا، والآن راح نأخذ مثال عن الصوتيات غير الممرضة أو non-pathogenic flagellates، وراح نأخذ عليها مثال طفيلي الداينتاميبا فراجيلس. هذا الطفيلي بالحقيقة سابقا كان يصنف من ضمن الأميبات بسبب أنه يحتوي على سودوبوديا أو أقدام كاذبة، ولا يحتوي على external فلاجيلا واضحة، ليس لديه أصوات واضحة سابقا. ولكن بعد دراسة هذا الطفيلي عن طريق الإلكترون مايكروسكوب أو بالمجهر الإلكتروني، اتضح بأن لديه الصفات الأكثر هي ترجع إلى صفات الصوتيات، ولذلك وضع ضمن الصوتيات. طفيلي الداينتاميبا فراجيلس من اسمه داي يعني ثنائي، يتميز هذا الطفيلي بأنه يحتوي على نواتين مثل ما تلاحظون.
هذا الطفيل يشبه الترايكوموناس من حيث أنه ليس لديه طور سيست وإنما طور واحد فقط وهو طور التروفوزويد. شكله يكون دائري أو غير منتظم الرجولار أو الراوندش وما يتجاوز طوله 18 ميكرومتر. الحركة مالته progressive motility تقدمية وذلك بسبب وجود الهايلين سودوبوديا برود هايلين سودوبوديا أو الأقدام الكاذبة العريضة الشاحبة أو الشفافة ولديها السيريتد مارجنز أو الحواف المسننة. التيبيكال دينتيميبا فراجيلس يتميز مثل ما قلنا بوجود نواتين ولذلك اسمه دينتيميبا نواتين عادة يحتوي على نواتين والنواة الواحدة تحتوي على 4 to 8 centrally located chromatin granules. النواة الوحدة تحتوي على 4 إلى 8 من الحبيبات الكروماتينية المتجمعة بشكل متناظر في وسط النواة. هذه هي الصفات المميزة لهذا الحيوان. Peripheral كروماتين غير موجود أو absent. ومثل ما قلنا هذا الطفيلي يتواجد بطور واحد فقط وهو طور التروفوزويد ولا يوجد طور سيست. هذا الشكل النموذجي للحيوان وهذه الصورة للطفيلي تحت المجهر لعينة من الستول. طبعا يعيش في الأمعاء. هذا الطفيلي يعيش في الأمعاء. الطفيلي الثاني غير الممرض الذي سنأخذه نموذجا للطفيليات الصوتية هو طفيلي كايلومستيك مسنيلي. طفيلي كايلومستيك مسنيلي أيضا هو طفيلي غير ممرض ويعيش في أمعاء الإنسان بصورة طبيعية وهو غير ممرض. هذا الطفيلي شكلكم مثل الشكل مثل ما تلاحظون. ما يتجاوز طوله 25 ميكرومتر. عنده برود انتيريور اند نهاية الأمامية تكون عريضة. النهاية الخلفية تكون مستدقة و حلزونية الشكل. هذا الطفيلي حركته تكون stiff rotary motility أو تكون حركة دورانية شديدة وتكون باتجاه واحد in a directional pattern. يتميز هذا الطفيلي بوجود نواة تكون موجودة في الجزء الأمامي من الجسم وتتميز هذه النواة بأن الكاريوسوم يكون مركزي أو غير مركزي centrally or eccentrally مكانها موقعها داخل النواة الكاريوسوم. الميزة مالت هذه النواة أنه الكاريوسوم يمتد من عنده صفائح أو بلاكس باتجاه الغلاف النووي. لاحظ هذا هو الكاريوسوم وتمتد من عنده البلاكس أو هذه الصفائح اللي باللون الغامق باتجاه الغلاف النووي للنواة. هذه هي صفة النواة المميزة لهذا الحيوان. Peripheral chromatin is absent. لا يوجد peripheral chromatin. ويتميز الطفيلي هذا أيضا بوجود أربعة أصوات. ثلاثة منها تكون حرة مثل ما تلاحظون تنشأ من مقدمة جسم الحيوان حرة هذه الأصوات الثلاثة. بينما الصوت الرابع يكون قصير ويمتد على جسم الحيوان ويوصل إلى هذه المنطقة التي يكون موجود بها السيتوستوم أو الفمين أو الانخفاض الفمي أو الفم البدائي طبعا لأنه هو حيوان ذو خلية واحدة. الفمين هذا أو السيتوستوم يتميز أيضا بهذا الحيوان فقط بوجود سيتوستومال فايبرلس أو ليفات الفمين. هذه هي التي تكون باللون الغامق سيتوستومال فايبرلس. على الجهة البطنية للحيوان في الجهة الخلفية وعلى الجهة البطنية الخلفية يوجد السبايرال جروف أو الأخدود الحلزوني أي أن الحيوان من الجهة الخلفية مالته يكون معقوف نوعا ما بشكل حلزوني وهذه أيضا صفة مميزة لهذا الحيوان. يتواجد بطورين. هذه الصفات المميزة للطور الأول وهو طور التروفوزويد.
الطور الثاني لطفيلي الكايلامستكس مسنلي هو طور المتكيس أو السيست. هذا الطور يتميز بشكله الليمون شيبت أو شكله يشبه الليمونة مثل ما تلاحظون، مع وجود تركيب أمامي يسمى بالكلير هايلي نوب أو بروز شفاف شاحب في مقدمة الجسم. النواة لارج نيوكلياس موجودة بها الكاريوسوم، هنا يكون مركزي، والصفائح أو البلاكس التي تمتد من الكاريوسوم باتجاه الغلاف النووي أيضا موجودة. وبالإضافة إلى ذلك السيتوستومال فايبرلز أو الييفات السيتوستوم موجودة في طور السيست. هذا كل ما يتعلق بطفيلي الكايلومستكس مسنلي، وإلى هنا تنتهي المحاضرة الثالثة لهذا الأسبوع. شكرا لكم.